أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس الجمهورية الصين الشعبية الصديقة. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب فخامته أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثانية، والذي يعكس ثقة الشعب الصيني في قيادته الحكيمة ويؤكد النجاحات الكبيرة التي تحققت للبلد الصديق في جميع المجالات. وأكد جلالته أيده الله في برقيته على عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما وصلت إليه هذه العلاقات من تنسيق وتشاور مثمر يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمصلحة والمنفعة المشتركة، متمنيا لفخامته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الصيني الصديق في مزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء.